ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، أموركم هانيين؟ كل شيء بخير، كل شيء على خير. كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو الإخوان، كما كتشوفوا قدامنا، هاد سيماتي مهزوزة في الديباناج، تبرت في الباراج. المهم الإخوان، حنا كيف ما كنعرفوا أن كل شهر 12 كل راس العام كتكون حاملة على الدراجات النارية، حاملة كبيرة في المغرب كامل، ماشي غير في الشمال ولا في واحد الجهة. المهم الاخوان، بنفسي وقفوني نفس الفراج اللي هز هاد السيماتي هذا. اول حاجه الاخوان شافوها هي الكاسك، عندي الكاسك ديالي. ملي شافوني لابس كاسك قال لك راه الوريقات، اعطيتهم الوريقات. السيغورو كامل، السيغورو باقي لي شهر، كارت كريس في الاسم ديالي، المهم كل شيء ديالي قانوني. المهم صافي طلقوني، الله يعاون الله يعاون. الحمله الاخوان اللي قايمه هنا في الشمال كيقلبوا السيغورو وشهادة الملكية تكون في الاسم ديال صاحب الدراجة. هادشي اللي كيطلبو، كيقول لك واش الموطور ديالك، كتقول له ديالي، صافي في اسمك، في اسمك. كي تشوف شهادة الملكية الا دخل له الشك كيطلب لك التعريف باش يتأكد، بطاقة التعريف الوطنية. اما بالنسبة للجندرم تاهما وقفوني، الجندرم الاخوان وقفوني في حتى الطريق هادي اللي جاي منا، فيها جوج براجات. انا جاي من بليونس، كاين براج في بليونس وكاين براج في داخلة الفنيطق. الجندرم الاخوان طلبوا لي تاهما الوريقات، شافوا الوريقات، حاجة واحدة اللي قلبوها هي الصك، شافوا شني هز معايا في الصك وقلبوا المالا فقط. بالنسبة لهاد السيمات اللي قدامنا راه مشدودة على التأمين. الحملة الاخوان كاينة في المدن كاملة، كاين مدن اللي كيقلبوا فيهم على هاد تعديل المحرك، وكاين مدن اللي كيقلبوا فيهم غير الوريقات. المهم الواحد يقد وريقاته، والسلامة هي كلشي، وتحياتي لكم كاملين.